ما شاء الله ما شاء الله. مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من ضواحي تمارا في ضيعة، في ضيعة ديال المنزه، منزه بعدا ديال ضواحي تمارا. هذه البلاصة ماشي المنزه ديال الرباط، الناس اللي تيقولوا المنزه ديال الرباط، هذه البلاصة بتتواجد في ضواحي تمارا، المنزه ديال تمارا بالضبط، بالضبط في مزرعة ديال الروزي. من الصباح حنا هنايا درنا لكم كلمه مباشر ديال 40 دقيقه، هذا حولي معترفه به لانوك، وديال لانوك بثمن يعني خيالي، ولك راه حولي وازن، راه السيد راه شادوها بزز، راه كانوا شادينو جوج حولي كبير وكبير بزاف تبارك الله، لا نعينوه ولا شي حاجه ما شاء الله. كيقول لك يمشي على سواد، ياكل على سواد، ويرى وينظر على سواد، يعني السردي المليح هو هذا اخوتي المغاربه، السردي المليح هو هذا. الثمن ديالو يعني 11000 درهم، 11000 درهم الثمن ديال هذا السردي هذا. يعني شوفوا شوفوا اخوتي المغاربه، انا تنوريكم كل التفاصيل، تنوريكم يعني هذه قناه شوف تي في، هذه ما عندناش علاش نزوقوا لكم في الكلام. السوق اللي فيه هو هذا السوق، هذا هو السوق دابا. بغيتي المليح هو هذا، بغيتي المليح هو هذا. كي تشوف هذا الحولي 11000 درهم، 11000 درهم، وكي تنقولوا هذا حولي ديال لانوك. انا نحاول ما امكن خوتي المغاربه على انني نقرب لكم الصوره، نحاول نحيد الكاميرا او التليفون الهاتف اللي داير به اللايف من تريبي، وغادي نقرب لكم باش تشوفوا. عافاك عاونوا عاونوا شد ما اخويا، لان هادشي مهم، انا نحاول نقرب انه تبارك الله صحيح تبارك الله، ما نكونوا باش نكونوا شدوا شد 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 شدوا عندك كاين هنا هانت. صبر صبر نوري، صبر نوري، صبر نوري، نوريهم بعدا الحولي. ها انتوما شوفوا الحولي، ها حمامات دميعه الصبيبطات، ها شوف شوف حولي دوري زين تبارك الله، البادره ديالو والنقع زعما تنشوف انا النقع زعما النقاء ما كاينش، حس ديال 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 الديفو ما كاينش فيه، صافي. اللي بغيتك تاكد ليهم هو هذا، صور لهم اخويا واخا دقيقه دقيقه. هاد الطانكه شد لنا خويا مصطفى، قول لي اخويا مصطفى هاد الطانكه شنو هي؟ هاد الطانكه هي لانوك، هادي جمعيه ديال تحسين السلاله، هادي تحسين السلاله ديال السردي، وهي كاين عاوتاني لانوك ديال تيم حديث، كل يعني كيديروا التحسين ديال السلاله ديال المغرب. هادي جمعيه يعني هادي معترفه بالجمعيه، ورشمه ها الرشمه ديالو بروميير، شتي ها هي الرشمه، هي خضر هنايا شتيها بروميير. هذا يعني الجمعيه كتكون صنفات، هذا كتشوف المواصفات ديالو، كاين السوبر وكاين البروميير وكاين الدوزيام وكاين التروازيام. هذا البروميير فيه الكمامه، فيه الدميعات، فيه الصبيبطات، فيه تبارك الله الحجم ديالو اللي يعني هو هذا هو السردي، هذا الدوريجين، هذا السردي الاصلي ديال المغرب. هذا يعني هذا كاين الزواقه ديال الكرون، الزواقه، هاد الزواقه اللي فيه فهي المواصفات ديال السردي. كاين اللي كتكون عنده يعني فين كاين يعني المراتب فين كيبداو يختلفوا، كيختلفوا في القرن، يعني كاين اللي كتكون عنده القرن مجموع، كاين اللي كيكون عنده قرن كحال، كاين هاد الزواقه هادي وهاد القرن اللي كيكون مطلوق، فهما المواصفات اللي كيكونوا عند الحولي السردي الدوريجين. عاد زيد على الحجم ديالو تبارك الله، راه الحجم يعني انت دابا راه كتشوفوا على الطبيعه، ما راه في كتشوفوا معنا حتى المباشر كيشوفوا الوزن ديالو تبارك الله. تبارك الله، راه عرفتي كنت قابطو ما شاء الله، راه ماشي ساهل، الانقرا ديالو تبارك الله ما شاء الله. يعني تبارك الله هاد 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 هاد, هاد كيفاش الناس يعرفوا الحولي انه مليح، انه هذا السردي مليح، حيت كاين العشاق ديال السردي. كاينين شنو كيفاش يعرف؟ وكاينين الناس كيجيو عندنا هنا كيفهموا في هادشي، كيفهموا دخل حداه وهضر معانا، كاينين الناس كيفهموا في هادشي انهم ولاو كيعرفوا، ولا تيعرف التوب ديالو، هذا كيتسمى التوب ديالو، ان خصو يكون التوب ديالو رقب رطب، خصو يكون هنا عريان، ها هو هذا العرى ديالو، الوقفه ديالو العلو، العنقره ديالو خصها تكون طويله، شو تبارك الله العنقره ديالو كيفاش دايره، الوجه ديالو كيفاش داير، لان هادو هما المواصفات ديال السردي. دابا هاد السلاله بور هادي ديال المغرب، هادي ما في ما كاينش في العالم هذا، ما كاينش الجيران هذا، هما عندهم تاهما عاوتاني، عندهم باش ما يكونوش عاوتاني عندهم تاهما واحد السلاله زويونه ديالهم، فيها الاحجام كبيره ولكن ما فيهاش الجمال، ما فيهاش الجمال ديال المغرب. شو الجمال تبارك الله، انت هذا تعشق تبقى جالس فيه، راه كنجيك قدام الكوري هنا كنبقى واقفين كنتفرج فيهم، كتبقى واقف اجي هنا كتبقى واقف تشوف فيهم، لان تبارك الله انت شوف الجمال ديالهم، راه ماشي ساهل زعما انك تشوفهم مره وتمشي بحال. شوف تبارك الله، شوف 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 جميل جدا بكل امانه،
دابا هذه سلاله بيور هذه ديال المغرب. اه السردي ديال اصيل ديال المغرب. تبارك الله صنع بي يعني شو العينين ديالو كيقول لك يمشي على سواد. يمشي على سواد وينام على سواد. ينام على سواد وياكل في سواد وينظر في سواد. وشو الكرون ديالو كيزوين. وشو الكرون ديالو هاد الزواقه هذه هي باش كيمتاز بها يعني المواصفات ديال السردي هما هاد. وان خصو يقول الكرون ديالو زواقه مزيانه. هادو دابا كيعرفوهم. شوف تبارك الله البادره ديالو كيفاش دايره. قصه وريها. تبارك الله. راه ما كاينش خاليه من العيب من الحبوب. حنا هذاك الشيء كنحاولوا ان الولسيس اللي كيقلب كيفاش يقلبوا الحوايج. دابا انا جيت بغيت نشري وريني كنشري. دابا اول حاجه اول حاجه تنقول حتى نقولوا حتى الناس اللي كيجيو عندنا هنا عندنا على الاقل ناخذوا من عنده غير حسانه. اولا تنقولوا لهم شي ملي تدخلوا عند شي واحد في الكوري دخلوا الكوري اول حاجه ما دير شم الريحه. ياك شم الريحه. اول حاجه الريحه. يكذب عليهم شي واحد يقول لهم لا الريحه راه شي حاجه اللي هي مصطنعه. الريحه غير مساله ديال العلف. داكشي اللي كياكل الافرازات ديالو هي هذيك. الا كلا شي حاجه اللي هي مزيانه وزويونه راه كيعطي افرازات مزيانه. كلا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك راه كتفرز ريحه ماشي هي هذيك. وثانيا يشوفوا الكوري واش مهوي او لا. الا كان الهوري حيت دابا كتدخل شي كوارا كتلقاهم دايرين لهم البلاستيك ومزامتين وداكشي ما كيتزادش اللحم. ياه الشحمه اللي كتزاد. هذا دابا تبارك الله كون كنا مسادين عليه ما مهويش الكوري بحال هكذا عرفتي تبارك الله كيكون ما يقدرش يتحرك. ضروري. الاخر ما تيخليوش النفس ما كدوش. انت ما تقدرش تدخل ليه. ثانيا ملي كتشوف الحولي كتشوف الحجم ديالو. يعني كتشوف انت الحجم اللي بغيتي لان كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. كاين اللي كيمشي للكبار كاين اللي كيمشي للصغار. حنا راه تنقولوا لهم بحال الكبار بحال الصغار بحال المتوسطين كلهم بحال بحال. فاش عندنا حنا بحال بحال في الجوده. كيبقى الحجم ديالك انت شنو بغيتي. انت شنو علاش كاين اللي كيبغي الكبار كاين اللي كيبغي المويان كل واحد اشنو تيبغي. حنا كنحاولوا ان نوفروا لهم. عندك اخويا عندك تليفون. كان غادي تحضي معاه. تبارك الله. كون ما كانش يعني واكل مزيان ومبني على الصح كما تنقولوا ما غاديش يدير. عندك اسي مخلص. عندك رد البال. رد البال. وراك شنو الدليل. وراك الدليل دابا على المباشر. شوف اسي مخلص يعني بلا كذوب بلا ليش. حولي كل ما كانش يعني واكل مزيان وصحيح ما يتحركش بحال هكذا. شوف تبارك الله. شوف تبارك الله. واقف يعني تبارك الله واقف. حولي صحيح ماشي كون بني على الغش ما غاديش بحال هكا. كيف ما قلنا دابا نكملوا للناس على حساب المشره ديالو. انت تبارك الله يعني هاهما شوف المويان وشي كلهم لا في المواصفات لا في الوقفه كلهم بحال بحال. هذا هو اللي تنقولوا لهم حنايا راه الجوده عندنا في الصغير في الكبير في المويان ماشي قادس ان خصو يكون كبير باش يكون مليح. كلهم شفتي. انت تبارك الله. شوف تبارك الله. شوف تبارك الله. شوف عندك شوف تبارك الله كيفاش داير. واقف يا خويا. قلنا بالنسبه للناس اللي يبغيو يشريو اولا كيشوفوا الريحه. شوف ما تيخافش. لا والو تيخاف. شوف تبارك الله. شوف تبارك الله صنعم يعني السردي اخويا العزيز. شوف تبارك الله. حنا كنقولوا دابا كما تيعرفوا الكسابه اذا كان واقف على الغش ما غايجريش بحال هكذا ما غايتحركش بحال هكذا. شوف تبارك الله انت. اش غير هذه الناس خارج حتى هي ما تجيش الطريق ديالو لانه كيبغي يخرج يبغي يتحرك. شوف تبارك الله يعني وتقلب يعني ملي كتشوف هذا الشيء كدوز هذه المراحل تقلب على العيب انه يكون في شي ولسيس يكون ما كيشوفش لهذا تكون القرن يكون القرن ديالو مهرس ولا شي حاجه يعني كتحاول. حنا الناس اش كنقولوا لهم تنقول لهم شوفوا غير الحجم ديالك كلها حنا كنتقلدوا بها قدام الله الا الحاجه اللي ما شفناهاش. اما الحاجه اللي شفناها فحنا ما تنخليوهاش الحمد لله تكون. حنا اي حاجه كتكون فيها العيب كنحيدوها تنقول لهم شوفوا الحجم اللي بغيتو. اما العيب ديالو حنا راه مقلبينو لكم. حنا راه كنشريو لكم قبل ما نبيعو لكم. تبارك الله تبارك الله. يعني واخا اجي معايا هنايا باش نهضر معاك شي شويه.
كيفاش الولد صح لنا الولسيس فين تيكون عنده؟ هذا الولسيس كاين واحد المناطق تيكون فيهم البلايص اللي تيكون فيهم الولسيس بحال هنايا تيكون هنايا تحت من الودن ديالو تيكون هنا في البادره ديالو تيكون تحت من الرجل ديالو وتيكون عاوتاني في في في, في الفخاذ ديالو من اللور هاد البلايص هادو اللي يمكن الواحد يقلب فيهم ما راه ساهل التقرير ديال الولسيس راه باين باين كدوز يدك على الحولي كامل وكتقلب شنو فيه باين الولسيس باين كاين هادشي هاد الولسيس الولسيس معروف به السردي كيخرج فيه كلشي كسابه كيعرفوه حنا كنحاولوا نتبعوا عند الطبيب ملي كيكونوا صغار باش نحاولوا نتفاداو هاد الولسيس هذا فكيجي الطبيب هنايا باستمرار باش كيدوز لهم قبل ما كتجي لونصا وكتشوفهم وكتراقبهم وتعاينهم في الجوده ديالهم ولا في الصحه ديالهم فحنا عندنا البيطاري اللي كيجي تقريبا جوج مرات ولا هدف السيمانه باش كيراقبهم ملي كيبداو ملي كيكونوا صغار سير السي احمد الروزيجي اشنو عندك تما هاي 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 تبارك الله وصنع النبي هاي 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 الخير الخير عندك 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 صوت تبارك الله وصنع النبي اوه الخير 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 اش دو دو اش دو دو يدخلوا صوت تبارك الله 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 هادشي زين السي روزي تبارك الله هادشي زين تبارك الله صنعها بك سروزي شكالي نعم هذا تبارك الله عجل بلجيكي تبارك الله هذا عجل من بلجيكي بلجيكي نعم تبارك الله لا عنده دابا تقريبا شي شهر شهر وعشرين يوم تبارك الله هذا شحال عنده؟ شي شهر وعشرين يوم تبارك الله اجا نوصي سير روزي نخرج باش انا بعيد لاهو لا بعيد ويمشي يعطينا تبارك الله شوف تبارك الله شوف تبارك الله غنوريكم هذه سر روزي هذا الخير هذا خصنا نقول لنا عليه شوف شوف تبارك الله اللهم بارك زعما خيرات صراحه واخا سر روزي شوف فينا هنايا وحضر لنا باش نختموا هذا الخير هذا شنو تقول لنا عليه شنو تقول لنا على هذه المزرعه ديالك حضرنا شويه على المزرعه ايوا كنقول مرحبا بالناس اللي باغي يشري العيد ولا شي حاجه مرحبا بهم اي حاجه باغيين فهمتي مرحبا راه كاين الثمن مناسب وكاين الجوده وكاين احسن حاجه ما كاين فهمتي من ناحيه السردي راه كشي تبارك الله بالنسبه للتليفون نعطيهم التليفون ماشي مشكل 06 61 52 80 70 غنعاودها 06 61 52 80 70 في الاخر الروزي احمد استاذ الروزي شنو النصيحه اللي تعطي الناس والعيد لا الدراويش لا الناس النصيحه للناس هما خاص يقلبوا على الفيرمات اللي يعني كيكون عندهم الحولي نقي من ناحيه الجوده من ناحيه كل شيء فهمتي يجي يدخل الفيرما يشم الريحه ديال الحولي كانت الريحه مزيانه يتوكل على الله يتقدى السلعه ديالو وياخذ فهمتي كلمه اخيره الروزي كلمه اخيره مرحبا بالناس اي واحد جا راه غنقادو مع الثمن وغنقادو مع اي حاجه باش ما كان ياخذ مع عندنا باش ما كان تعاونوا مع الدرويش فهمتي واخا الشناقه الله يهديهم وصافي شي اللي غنقول لهم يعني كيغليو شي شويه السوق على عباد الله صراحه شكرا لكم وكنتمنوا ان شاء الله يكون الامر مزيان مشاهدي الكرام من الفيرما او من الضيعه ديال الروزي تنقول لكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر سلام الله عليكم ومازال راه ما وريتكمش واحد الحواله كاينين هنايا غنحاول نوريها لكم البرقيين ها هما البرقي تاع البرقي راه كاين مشاهدينا الكرام على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر ما علي نقول لكم الا سلام الله عليكم.